أنا معايا مفاجأة كبيرة جدا، وأنا سعيد جدا وفخور جدا إن يكون معانا الأستاذة فيبي فوزي جرجس، وكيل مجلس الشيوخ. مساء الخير على حضرتك يا فندم، وألف مبروك نقولها لحضرتك بقى، ما عرفناش نقولها لك وقتها. مساء النور أستاذ إيهاب، أهلا وسهلا وميرسي على التهنئة الجميلة. أستاذة فيبي، حضرتك لخصتي الموضوع اللي عايزين نتكلم عن ملف تمكين المرأة والاهتمام بقضاياها في الكلمة القصيرة اللي حضرتك قلتيها في أول جلسات مجلس الشيوخ، واللي أعقبت انتخاب حضرتك كأول امرأة قبطية، امرأة قبطية من محافظة غير القاهرة واسكندرية والجيزة، غير القاهرة الكبرى. ويمكن كمان نضيف عليها أن حضرتك إعلامية، يعني مش عاملة بالسياسة أو بالعسكرية أو بالملفات الخارجية اللي بتبقى مرشحة لهذه المناصب. نعم، الحقيقة الحدث ده ليه دلالاته الرائعة في عصر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأنا بقول إن المرأة حصلت على يعني الحقيقة إنجاز جديد يضاف لتاريخها ونضالها لحصولها على مكتسباتها عبر قرن من الزمان. نقعد الوكالة لمجلس الشيوخ، الحقيقة دي جائزة للمرأة المصرية، الحقيقة بيقدمها لها الرئيس عبد الفتاح السيسي زي ما أنا قلت مهد الطريق لمثل هذا الحدث. الحقيقة المرأة عبر نضالها للحصول على مكتسبات عديدة كانت دايما بتواجهها، احنا كنا بنقول دايما المرأة نصف المجتمع ورعية النصف الآخر وشعارات ويعني كلام جميل جدا عن المرأة، لكن في الواقع ده ما كانش مترجم لإنجازات حقيقية على الأرض. لو كنا بنشوف نظرية السقف الزجاجي، هو سقف من الزجاج احنا شايفين ان هو شفاف وان ممكن ننطلق عبره، لكن في الحقيقة هو كان صعب جدا اختراقه، حاجز متمثل في حاجات كتيرة قوي زي محظورات، زي موروثات ثقافية بالية كانت بتواجهها المرأة، زي مثلا انها قدرتها المالية ما كانتش تسمح لها ابدا انها تنافس، ممكن منها برضو عدم قدرة وثقة المرأة في كفاءتها هي نفسها. أيوة. أو عدم قدرة المرأة وثقتها في المرأة زميلتها، كل أيوة. دي كانت معوقات كانت يعني تعوق انطلاقها عبر هذا السقف الزجاجي. عايزة أقول في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة في إنجازات على الأرض، شفنا الحقيقة يعني تمكين للمرأة في مختلف المجالات، تمكين اقتصادي، تمكين سياسي، تمكين اجتماعي غير مسبوق ولم يتحقق في الواقع على الأرض للمرأة المصرية في العهود السابقة. أستاذة فيبي، يعني ارتفاع نسبة تمثيل المرأة المصرية ككوتة إجبارية على المجالس النيابية وفي الوزراء كمان في مجلس الوزراء بنسبة 25%، يعني عايز أسأل حضرتك هل إحنا بدأنا نجني ثمار هذا الالتزام الأدبي والإنساني تجاه المرأة بأننا نشوف عدد كبير من السيدات تم اختيارهم في المقاعد الفردية الحرة المستقلة من أبناء ورجال مناطقهم ومحافظاتهم ودوائرهم؟ نعم، التمكين السياسي من خلال كوتا زي ما تفضلت حضرتك، احنا بنديها الاول هذه الكوتا علشان تثبت ذاتها، يعني القيادة السياسية تؤمن بإمكانات وقدرات المرأة إذا أتيحت لها الفرصة. فخامة الرئيس أتاح لها الفرصة من خلال هذه الكوتا التي يعني سمح بها الدستور، فهي تولت. احنا شفنا دلوقتي في يعني الحقيقه في الجهاز التنفيذي الوزيرات، 8 وزيرات يعني على قدر رائع من الكفاءه والرقي في الاداء، شفنا المراه القاضيه في يعني والحقيقه شفنا المراه رئيسه الجامعه وشفنا المراه المحافظه. ايوه، اذا المراه اتيحت لها الفرصه وشفنا الاداء الرائع. حضرتك يعني لمست نقطه مهمه جدا، ان احنا شفنا المراه الان تنافس على الكراسي الفردية المستقلة. أيوة. فده مشهد رائع
الحقيقة يدرس، وهو ده كان ثمار الكوتا. يعني بعد ما المرأة أثبتت ذاتها، حضرتك بتلاقي الفرصة لأنها ما لهاش ملاءة مالية، يمكن المجتمع مش متقبل قوي انها تنزل وتبقى مرشحة. الآن بعد أن أثبتت ذاتها، وشفنا طبعا في مجلس النواب يعني برضو أداء النائبات الرائع، فابتدت هي المرأة تنافس على المقاعد الفردية، وكانت سواء على فكرة أنا عايزة أقول إنها تجربة ناجحة جدا جدا، سواء فازت أو ما فازتش، ده دي يمكن بدايات أولية. بعد كده المرأة تنافس وتكسب، لأن في من هن يعني فازت بمقاعد. فهو ده بالضبط الغرض الأساسي، يعني الحقيقة أتى ثماره، وهو أن المرأة تصبح يعني النضوج بالنسبة للمجتمع يتقبل هذه الفكرة. فده برضو الحقيقة من إنجازات فخامة الرئيس. يمكن برضو فخامة الرئيس برضو منح المرأة التمكين الاقتصادي، واهتم جدا بالمرأة المعيلة، ومن خلال مشروعات صغيرة، ومن خلال مشروع تكافل وكرامة. أنا شايفة أيضا تمكين الاجتماعي من خلال نظر في قضاياها والاهتمام بأسرتها واهتمام بقوانين تحميها وتحمي أسرتها. أنا شايفة الحقيقة اهتمام رائع. ويمكن التمكين الاقتصادي، والذي يعني أنا عايزة أقول أنه في القلب من القيادة السياسية، إيمانا بأن المرأة التي لا تملك قوتها لا تملك قرارها. صحيح أستاذة فيبي، يعني هذه التشجيعات والتقويات وهذا الدعم اللي بتقدمه مصر للمرأة المصرية، بتشوفي حضرتك من خلال الدوائر اللي بتتماس مع شغل حضرتك، يعني لما قرينا شوية كده عشان نعرف من هي فيبي فوزي جرجس، لقينا في دوائر خاصة بالأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة وغيره. فهل بتشوفي حضرتك أن المرأة نفسها بقت أكثر ثقة في قدراتها، وبقت يعني مستعدة لأداء المزيد بعد هذه الهدايا اللي مصر بتقدمها لها وبتشكرها عليها؟ جدا الحقيقة المرأة كل هذا الدعم تحول إلى مزيد من الثقة. أيوة. المرأة مارست وأثبتت ذاتها، وكل ما بتلابس اكتر، كل ما يعني زي ما حضرتك تفضلت وقلت انها بتثق في قدراتها اكتر وتعطي المزيد والمزيد. الحقيقه المراه بتواجه كانت مظاهر يعني يعني سلبيه كتير قوي، زي التحرش، زي العنف، زي التمييز ضدها، زي زواج القاصرات. زي ما حضرتك تفضلت، احنا من خلال المجلس القومي للمراه كنا بننزل في النجوع والقرى ونرصد مثل هذه الظواهر السلبية. المرأة كانت زمان تتكسف جدا تقول إن حد اتحرش بيها، أو تقول إن حد مثلا ميز ضدها. أيوة. يمكن تتعرض لمزيد من التمييز ضدها أكتر. صحيح. لا. دلوقتي شافت قوانين بتحميها، وشافت دعم من القيادة السياسية ومن جميع أجهزة الدولة، فإحنا بنقول لها تقدمي وقولي وعبري حتى عن هذه الظواهر السلبية. أيوة. فالحقيقة كل الدعم ده بيتحول أيضا لمزيد من الثقة. والحقيقة أنا بقول للمرأة ثقي جدا في قدراتك إنك تقدري وتستطيعي، وثقي أيضا في قدرات المرأة زميلتك. يمكن إحنا برضو بنعاني من هذه السلبية أحيانا. أيوة. المرأة نفسها لا تثق في قدرات المرأة. صحيح. تثق في قدرات الرجل، تحب أبي تروح للمحامي وليست المحامية. تروح تذهب للطبيب ولا تذهب للطبيبة، تقول لا ما ثقش قوي في قدرات المرأة. الحقيقة دي الوقت إن حضرتك ثقي في قدراتك وثقي في قدرات المرأة زميلتك. إحنا مش هنتقدم غير بالحقيقة بثقل إمكاناتنا وإيمان. ويمكن أنا عايزة أقول لحضرتك ده اللي شجعني جدا على إني أقول أتشرف بإن أنا يعني أقدم نفسي لمقعد الوكالة. أنا عمري ما كنت هبقى عندي الثقة إن أنا أتقدم لهذا المقعد غير لما أنا أكون شايفة الطريق زي ما أنا قلت في الكلمة معبد. زي ما حضرتك تفضلت بالضبط. أستاذة فيبي، إحنا يعني علمت برضو من مصادري الخاصة إنه حضرتك كمان ربة أسرة مميزة جدا وشخصية خادمة، وعندنا موضوعات كتير عايزين نناقشها. فيعني حضرتك بقى تنورينا في لقاء سريع بنسعى إليه منذ أصبحت فيبي فوزي جرجس وكيل مجلس الشورى. يعني شرف إن أنا أكون طبعا معاك وقناتنا الجميلة
فيعني ده شرف جدا ان انا اكون معاكم في لقاء قريب استاذ ايهاب، يعني دايما مذيعنا المتالق، وده ان شاء الله اكون يعني في صحبتكم قريبا جدا. شكرا جزيلا الاستاذه فيبي فوزي جرجس، وكيل مجلس الشيوخ المصري. ونشوف دلوقتي